الآن الكرة إلى فرانسوا وكمان عرضية الرأسية من جانب فهد. كانوا الموسم الماضي مع نادي الباطن كانوا أصدقاء لكنهم خصوم اليوم. الآن فهد الجماعة على الجهة اليمنى سيطر على كورتا، يلعب الكرة إلى عبد الله الشمري، تمريرة الله الله على التمريرة، عرضية. شوف الهجمة، هذه الهجمة منظمة، الهجمة منظمة جدا. التسديدة من جانب الحارس مارتن كامبانيا، إيكامبي إيكامبي الآن إيكامبي، لكن أيضا الكرة تصطدم وتعود إلى أروتش ماتيتش على الجهة اليمنى. المحاولة ما زالت قائمة، عرضي بالنسبة لنادي أبها في محاولة. كريتشوفياك يغير اتجاه الكرة باتجاه فرانسوا كامانو، كامانو واحد على واحد، كامانو قادر على المرور، كامانو قادر، يضطر للعودة للخلف إلى محمد ناجي، محمد ناجي تسديدة لكنها وصلت إلى حارس الهلال. انتصر على الشباب بهدفين مقابل لا شيء. كرة على الجهة اليمنى، تسديدة، التسديدة كانت قوية. دولية 98 مباراة دولية، رقم مو بسهل لهذا اللاعب الكريتشوفياك الآن. أوه على التسديد بحراسة المرمى تاتا روزانو، خط الدفاع من اليمين إلى اليسار، لكن عينك على التمريرة. الله الله، أروتش ماتيتش انفراد حقيقي فهد الجميع في ملعب المباراة. ركلة زاوية ملعوبة وبعيدة، تسديدة، لمسة يد في اللقطة الماضية على المهاجم أندري غراي، على المهاجم أندري غراي اللي رجع في اللقطة الماضية ليونو. مارتن كامبانيا في مرمى فرانسوا كامانو، كامبانيا في مرمى، التسديدة إلى خاطر. وفي ظل اليقظة الدفاعية الحاضرة من جانب لاعبي فريق الرياض، الرأسية تحولت إلى خارج ارتفع رتم المباراة. الآن أبها بدأ يحاول بجدية أكبر، برغبة أكبر، برغبة أكبر في شوط المباراة الثاني، لكن دفاعات الرياض ممكن هو الوحيد في أبها اللي يدافع عن مواطنه البولندي شيسلاف، اللي يدافع عن مواطنه المدرب البولندي شيسلاف. كرة على الجهة اليمنى، الرياض يضغط في هذه الأثناء، وبوسونا يتقدم. الله الله، جول للرياض، مدرسة الوسطى. المباراة الثانية، من يتمسك بالآمال، بالآمال من أجل إحراز الثلاث نقاط. كرة ملعوبة، كريتشوفياك يلعب الكرة الآن، التسديدة لكن يتصدى لها حارس المرمى، الحارس تاتاروس. نظرات التونسي، سعد بكير الآن، سعد بكير يتقدم. أوه، نشاهد ونتابع الآن الكرة لمصلحة الرياض عن طريق أندري غراي. غراي راح، لا يا غراي، لا يا جمايكي، أندري غراي بين الفريقين. كرة في الجهة اليمنى لمصلحة الرياض، تمريرة، الله الله، بوسونو بينية، الكرة للرياض، جول جول، لقد فعلها أندري غراي وتقدم للرياض من نادي أبها ومن زعيم الجنوب. كريتشوفياك، التسديد من خارج منطقة الجزاء، حتى التسديد من خارج منطقة الجزاء في محاولة، لكن أيضا الكرة بتتخلص، عادت مرة أخرى أبهاوية في محاولة، يحاولون من أجل إدراك التعادل على أقل تقدير. الآن التسديدة تحولت بهذه الصورة إلى خارج.